فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أيضا: ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. نعم، وهذا من الأدلة على منع التشبه باليهود، وهو اللباس في الصلاة. فإذا كان الإنسان عنده ثوبان، يعني قطعتان من القماش، فإنه يجعل قطعة إزارا وقطعة رداء، بحيث يستر جسمه بذلك. أما إذا لم يكن إلا ثوب واحد، يعني قطعة واحدة، فإنه يتزر بها، فإنه يتزر بها كما في الحديث. وإذا كان الثوب قطعة واحدة كبيرة تضفي على جسمه من أعلاه إلى أسفله، فإنه يلتحف بها على جميع جسمه، ولكن لا يكون التحافه بها على صفة ما يفعله اليهود، خشية أمرين: التشبه بهم، وخشية انكشاف عورته. بل يوثق الثوب بحيث أنه لا ينكشف شيء من عورته. ولعل هذا هو اشتمال الصم، ومعناه أن يلبس الثوب الواحد على جسمه ليس عليه غيره، ولا يدخل يديه في أكمامه، ولا يدخل يديه في أكمامه. نعم. قال: وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره، أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال. نعم، الثوب الواحد الذي هو قطعة واحدة حتى ولو كان كبيرا يضفي على الجسم فإنه يتزر به ولا يلتحف به، لأنه يبقى مفتوحا، إذا التحف به يبقى مفتوحا من الأمام، ربما تظهر عورته. نعم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان. نعم. إذا كان شيخ مثل هذا يعني المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحاجة لتأييد ذلك بأن قول جمهور أهل العلم، فضلا عن أن يكون في المذهب قولان؟ بصفة اللباس هذا، إذا كان قطعة واحدة كبيرة تضفي على جسمه، فبعض العلماء يقول يلتحف بها على جميع بدنه. والإمام أحمد عنه قولان: قول كقول الجمهور أنه يلتحف به، وقول إنه يتزر به كما جاء في الرواية: وإذا كان الثوب واحدا فاتزر به. نعم. قال: وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي، كما تقدم التنبيه عليه. نعم، فيكون الاشتمال بالثوب الكبير فيه علتان كما سبق: علة أنه قد تنكشف عورته. نعم. وعلة الثانية وهي أهم: التشبه باليهود، لأنهم يشتملون بالثياب في عباداتهم دون التحرز من انكشاف العورة.